الملف تاني، بس فعلا الواحد كل مرة بيفتخر بالنادي اللي هو بينتمي ليه، دي حقيقة ولازم كانت تقال. تعالوا بقى ننتقل برضو لخبر حلو جدا خاص بالجمباز، فريق جمباز الأهلي بس تحت 12 سنة ناشئين طبعا حقق كم ميدالية؟ 23 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة الجمهورية. على فكرة ده رقم كبير، ده مش رقم عادي، يعني ان احنا نحصل على 23 ميدالية وبنتكلم في ناشئين، لا دي حاجة محترمة جدا. دي منافسات الفردي طبعا العام حصد الاهلي فيها 6 ميداليات، جاءت على النحو التالي: 4 ذهبيه وفضيه وبرونزيه. وفي منافسات الاجهزه حصد النادي الاهلي على 17 ميداليه، اتقسمت ل4 ذهبيه 3 فضيه و10 برونزيه. فاكيد كل التحيه لجهاز الجمباز، وبيرأس طبعا بالنادي الاهلي رئاسه الجمباز محمد فؤاد، كابتن محمد فؤاد حبيب، وطبعا الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبات اللي اسعدونا واللاعبين اللي بيسعدونا. عارف يا كريم، بنيجي ونقول الخبر، بنيجي ونقول احنا حصلنا على الميداليات الذهبيه، حصدنا البطوله الفلانيه، لكن قصه الكفاح دي بقى هي دي النقطه. يعني تيجي تشوف شخص ناجح، لا وراه قصه كفاح، وراه حاجات ابس اند داونز، وراه صعوبات واجهها، كواليس كتيره جدا. حابين ان احنا كجماهير للنادي الاهلي نعرف ابطالنا برضو الرحله اللي مروا بيها لغايه لما وصلوا لتحقيق يعني برونزيات وذهبيات وفضيات وبطولات.